شارك معالي الشيخ خالد بن علي الخليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في الدورة الاستثنائية لمؤتمر القمة الإسلامية لمنظمة التعاون الإسلامي تحت عنوان العمل الموحد في التضامن مع القدس لبحث الوضع في أعقاب اعتراف الإدارة الأمريكية بمدينة القدس الشريف عاصمة مزعومة لإسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال وقرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والذي عقد في إسطنبول. وألقى معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف كلمة مملكة البحرين في القمة حيث أعرب عن قلق مملكة البحرين بشأن التطورات في القدس الشريف ومؤكدا على موقف المملكة الثابت والداعم من القضية الفلسطينية وتطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 4 من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين وفق حل الدولتين استنادا إلى ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مشيرا إلى أن مملكة البحرين تحث المجتمع الدولي على ضرورة العمل على إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء احتلالها لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عبر حل يضمن قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. وقال معاليه إن اعتراف الإدارة الأمريكية بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل من شأنه أن يؤثر على السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم أجمع، مؤكدا في الوقت ذاته أن ذلك لن يغير أو يمس الحقوق المصانة للشعب الفلسطيني في القدس وغيرها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولن تتمكن من فرض واقع جديد عليها إلا أنها ستؤثر على جهود إحلال السلام في المنطقة وتتعارض مع الالتزام الأمريكي في هذا الشأن. وطالب معاليه بأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه تنفيذ القرارات الدولية بشأن قضية فلسطين والقدس الشريف، فقد اعتمد مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة عدة قرارات هامة في هذا الصدد، وهي قرارات تؤكد على أن جميع الإجراءات والقرارات الأحادية لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للقدس أو فرض واقع جديد لاغية. هذا ودان البيان الختامي للقمة الإسلامية التي عقدت في إسطنبول قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل معتبرا القرار باطلا ولاغيا. وقال البيان الختامي إن القرار الأمريكي بشأن القدس يعد إعلانا بانسحاب واشنطن من دورها كراع للسلام في الشرق الأوسط. وأعلن القادة في بيان إسطنبول القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، كما دعا الدول إلى أن تعترف بدولة فلسطين وبالقدس الشرقية المحتلة عاصمة لها. جاء في البيان أن قرار ترامب يعتبر تقويضا متعمدا لجميع الجهود المبذولة لتحقيق السلام ويصب في مصلحة التطرف والإرهاب ويهدد السلم والأمن الدوليين. وأضاف القادة في بيانهم أنهم يعتبرون القرار تشجيعا لإسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال على مواصلة سياسة الاستعمار والاستيطان والتطهير العرقي الذي تمارسه في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967 وفي قلبها مدينة القدس الشريف. وخلال القمة الإسلامية الطارئة أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمته أمام القمة أن الفلسطينيين لن يلتزموا بالتفاهمات السابقة مع الأمريكيين ما لم تتراجع واشنطن عن قراراتها. هذا الوعد مضى عليه 100 عام والآن يأتي الوعد الآخر الذي يقدمه دونالد ترامب للحركة الصهيونية ليقدم لها القدس هدية أخرى، يهدي وكأنه يهدي مدينة من مدن الولايات المتحدة الأمريكية. هو الذي يقرر وهو الذي ينفذ وهو الذي يفعل هذا وذاك